أود أن أرحب بأخي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكونغو السيد لوتودولا والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، ونسعد للغاية بزيارته لنا ونؤكد اعتزازنا بالصلات الوثيقة والتاريخية المشتركة بين الشعبين المصري والكونغولي. تبحثنا اليوم في عدد من موضوعات التعاون الثنائي والإقليمي في القارة الأفريقية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وركزت مباحثتنا بالدرجة الأولى على قضية سد النهضة في إطار الرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي، وذلك على خلفية البيان الرئاسي الذي صدر مساء أمس عن مجلس الأمن، والذي قدم دعما دوليا هاما ومطلوبا بغرض تمكين رئيس الاتحاد الأفريقي من الاطلاع بمهمته كقائد لعملية الوساطة في مفاوضات سد النهضة، وبما من شأنه تطبيق مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، وبما من شأنه أيضا تعزيز دور رئيس الاتحاد الأفريقي من خلال إتاحة الفرصة له للاستعانة بخبرات المراقبين الدوليين المتفق عليهم من الدول الثلاثة. ودنا ننتهز هذه الفرصة كي يؤكد على ثقتنا في قيادة الكونغو الديمقراطية العملية التفاوضية بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي، وتطلعنا إلى تلقي الدعوات في أقرب فرصة لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة، تنفيذا لما دعا إليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن، وذلك بمشاركة نشطة من المراقبين الدوليين دعما لرئيس الاتحاد الأفريقي، وبما من شأنه التوصل بشكل سريع لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على نحو ما دعا البيان الرئاسي لمجلس الأمن. أجدد ترحيبي بأخي وزير خارجية الكونغو والوفد المرافق، أتمنى لهم إقامة طيبة في القاهرة. الوزير يأتي بعد جولة من المشاورات في العواصم الثلاثة أديس أبابا، خرطوم، والآن في القاهرة. نحن نثمن بشكل كبير ولنا ثقة مطلقة في حكمة وقيادة الرئيس تشيسيكيدي للمكانة المرموقة التي يحظى بها كرئيس للكونغو الديمقراطية وكرئيس للاتحاد. نحن نرى أنه لديه القدرة والإرادة للانخراط بجدية وفاعلية للوصول إلى اتفاق لهذه المشكلة التي استمرت على مدى عقد كامل من الزمن. البيان الذي صدر على مجلس الأمن يؤكد على عنصر الوقت، استئناف المفاوضات بشكل سريع، وأيضا أن يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في وقت زمني محدد. نحن نرى إذا ما توفرت الإرادة السياسية فليس هناك إلا أن نصل إلى اتفاق، حيث أن كافة القضايا الفنية الأطراف الثلاثة على اطلاع وتناولتها في كثير من جلسات التفاوض، ومن ثم نرى إمكانية الخروج من هذه الأزمة. تلقينا من معالي الوزير رؤية للرئاسة تحدد المسار خلال الفترة القادمة، وأكدت لمعالي الوزير الاستعداد الكامل والمرونة في القدرة على التجاوب مع ما يطرح. سوف يكون محل دراسة مدققة، وسوف نوافي الرئاسة الكونغولية بتعليقنا حول هذا المستند الهام الذي بالتأكيد سوف يسهم بشكل إيجابي لإطلاق العملية التفاوضية مرة أخرى. مرة أخرى برحب بمعالي الوزير واتمنى له إقامة سعيدة، ونأسف لأنه مضطر أن يعود سريعا إلى الكونغو ليلتقي بفخامة الرئيس تشيسيكيدي ويقدم له تقرير وافي حول جولته. كنا نود أن يتاح لنا أن نسعد في لفترة أطول بوجوده للتشاور للحديث بشكل أوسع
فيما يتعلق بالعمل الأفريقي المشترك. Monsieur le ministre et chers frères, je voudrais tout d'abord, au nom de la délégation qui m'accompagne, باسم الوفد الذي يرافقني ودوم موظفين على أعلى مستوى من الوزارة الخارجية وأشكركم على الحسن على حفاوة الاستقبال. لقد أمضينا فترة قصيرة لكن لو جرينا لقاءات صادقة وإيجابية وستساعد على حل الخلاف الذي الخلاف بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا. لأجل صالح قارتنا الرئيس طلب مني أن آتي إلى هنا لمقابلة وإلى إثيوبيا والسودان لألتقي بالمسؤولين في هذه الدول وأن أوصل لهم رسالة من الأمل ورسالة ثقة وأن أتبحث مع زملائي في إجراءات إعادة إطلاق المفاوضات حول سد النهضة. الرئيس الكونغولي يعتقد أن أفريقيا محتاجة للوحدة، أفريقيا محتاجة للتكامل، لذلك إن الرئيس الكونغولي سعيد بوجود بتجديد الثقة وخصوصا أننا كلنا متفقين على مبدأ حل هذا الخلاف في إطار الاتحاد الأفريقي وبواسطة الاتحاد الأفريقي وبحلول أفريقية. هذا مهم للغاية ويمكنني القول مع زميلي وأخي المصري نحن اتفقنا على هذه المبادئ الأساسية والتي جددناها وقد آن الأوان أن نعطي دفعة لهذه المفاوضات. لقد فكرنا حول وسيلة لكي نتمكن في الأيام القادمة أن نجمع بين الثلاث أطراف من أجل تنسيق وجهات النظر من أجل وصول إلى تسوية قبل تدخل على الوزراء رؤساء الدول ورؤساء الوزارات في هذه الدول. سيتم إجراء مشاورات من خلال القواعد الأساسية ومن خلال الرغبات الخاصة بكل طرف وسبل العمل وسبل عن طريق المراقبين وعن طريق الدول والمنظمات التي يمكنها أن تساهم تقدم مساهمتها لأفريقيا. على المستوى الثنائي أوضحت عبرت لزميلي عن المصرية عن شكري ورضا بلدي ورضا حكومتنا ورضا رئيسنا ورضا شعبنا عن التعاون الملموس الذي يتم بيننا وبين مصر. وهذا التعاون يعود للأعوام الستينات
وهناك اتفاق التمويل قد عقدناه قبل قليل. أعتقد أننا يمكن أن نأمل التقدم في هذا المجال. هو مجال يحتاج لكثير من الجهود لكنه ليس مستحيل. إن أفريقيا لديها موارد إنسانية ولديها الذكاء ولديها الموارد البشرية من أجل أن ويمكننا أن نحصل على الضمانات المتبادلة من أجل تكامل أفريقيا. هذا ما أردت قوله. وكنا نود أن نبقى لفترة أطول في هذه الزيارة. فندم أحمد جمعة من جريدة اليوم السابع. يعني بعض التحركات الدبلوماسية الناشطة التي نجحت مصر من خلالها بإصدار هذا البيان الرئاسي. سؤال مشترك لوزاري الخارجية المصري والكونغولي، هل تم التأكيد على نقطة وضع جدول زمني للتوصل لاتفاق؟ بمعنى ليس تفاوض من أجل كسب الوقت ليستفيد طرف ويتضرر الطرف الآخر. الأهم من ذلك، هل تم وضع ضمانات كافية لإلزام البلدان الثلاث بما سيتم الاتفاق عليه؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. معالي الوزير طرح خطة عمل وتوقيتات للوصول إلى نقطة استئناف المفاوضات، أما المفاوضات ذاتها فتتوقف على إطلاقها، ونتصور أنه عندما يتم إطلاقها سوف يتم تحديد النطاق الزمني المرتبط بذلك. كما لمست في البيان الذي صدر عن مجلس الأمن فهو يستخدم عنصر الوقت مرتين، مرة بأن يكون هناك استئناف سريع للمفاوضات، ومرة أخرى بأن يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في زمن قريب. وهذا يدل على حرص أعضاء مجلس الأمن بأن يتم تناول هذه القضية والوصول إلى حل إزائها بالتوصل إلى اتفاق وفي إطار زمني محدود وليس في إطار مفتوح يتيح مزيد من إجراءات الإحادية التي تعرقل وتعقد الأمر. لكن طبعا نحن ننظر إلى الرئاسة الأفريقية لاتخاذ القرار المناسب الذي يتلائم مع تطلعات ليس فقط الدول الثلاث ولكن المجتمع الدولي الآن ممثل في مجلس الأمن، المعبر عن إرادة المجتمع الدولي بالانتهاء والتوصل إلى اتفاق في شكل قريب وفي إطار زمني محدد. الضمانات هي متضمنة في الاتفاق. الاتفاق لابد أن يكون به الضمانات لكافة الأطراف وفقا للأعراف الدولية وفقا لما يتم التوافق عليه، واتصالا بقضية لا يمكن أن يعتمد فيها على النوايا الحسنة أو الصيغ المبهمة، وإنما هي قضية فنية محكومة بضرورة أن تكون فيها تدقيق وفيها وضوح وفيها الضمانات التي تكفل حقوق الدول الثلاث بشكل واضح لا يؤدي إلى أي لبس في التنفيذ، وإنما يكون الالتزامات واضحة والضمانات أيضا مقررة. Écoutez, je vous ai énoncé ici un principe fondamental qui a été édicté par les partis. Les facilitateurs ne peuvent pas inventer les règles
ان من يقوم بالتسهيل لا يمكنهم وضع قواعد فهم يعملون من خلال القواعد التي وضعتها الاطراف فقد قلت لكم ان الاطراف وافقت على ان كل دوله اي منظمه يمكنها ان تقدم مساهمتها لحل هذا الخلاف ونحن نرحب بذلك de Nations Unies c'est notre famille si je peux abuser du terme الأمم المتحدة tous nous sommes membres كل هذه المنظمات هي كلنا هي عائلتنا et la déclaration qui a été faite est une pièce importante à verser dans le dossier ceci est très important parce que même dans la déclaration le cadre c'est l'Union africaine وقد تم ذلك في إطار الاتحاد الأفريقي. présidence du processus, c'est l'Union africaine. Le facilitateur, c'est le président des exercices de l'Union africaine. Donc c'est une pièce importante du dossier. Je vous ai dit concernant les observateurs que le président Tshisekedi a eu le feu vert de parti pour faire recours à tout État, toute organisation qui peut aider à faire avancer le dossier. Donc, de ce côté-là, il n'y a absolument aucun problème. Et concernant, finalement, la conclusion du processus, il est évident que lorsque vous discutez, vous négociez pour trouver une solution, cela doit se terminer par la signature d'un instrumentum qu'on appelle accord, protocole, et que sais-je encore. Donc là aussi, il ne peut pas y avoir de problème par rapport à ça. Ce qui est plus important, c'est d'arriver à résoudre le problème qui est posé et de garantir que toutes les parties vont exécuter les engagements pris. Et nous y allons à travers les discussions.